الرحمن الرحيم. في المحاضرة الثامنة سوف نستكمل الوحدة شرح الوحدة الثالثة وإيش في حركة المقطوفات وهي الحركة الدائرية. الحركة الدائرية من أهم الحركات الموجودة في الطبيعة، وهناك عدة أمثلة مثل حركة الأرض حول الشمس حركة دائرية، حركة الأرض حول محورها حركة دائرية، حركة النجوم الكواكب جميعها حركة دائرية، حركة الإلكترون حول النواة حركة دائرية. لذلك سوف نستعرض شرح للحركة الدائرية. الحركة الدائرية، لو كان في عندي جسم، الجسم هذا عندما يتحرك جسم حركة دائرية، هاي المسافة بنسميها مسافة خطية أو الحركة انتقالية بنسميها مثلا يقابلها، لما بتحرك جسم حركة انتقالية بيقابلها حركة أو إزاحة بنسميها إزاحة زاوية تيتا 1. عند زمن تي 1 الجسم يتحرك من هلا كان عمل لي تيتا 1، وعند زمن تي 2 الجسم عمل لي إزاحة زاوية تيتا 2. يبقى الإزاحة اللي عملها الجسم دلتا تيتا بتساوي تيتا 2 ناقص تيتا 1، وزمن انتقال الجسم دلتا تي بيساوي تي 2 ناقص تي 1. هنعرف هالبيت حاجة اسمها السرعة الزاوية أوميجا حساوي دلتا تيتا على دلتا تي. نرجع كمان مرة لتيتا، تيتا قدروها بالراديان، وواحد ريد بيساوي تقريبا 57.3 درجة. نرجع كمان مرة لتعريف السرعة الزاوية، أوميجا حساوي دلتا تيتا بيساوي تيتا 2 ناقص تيتا 1 على دلتا تي تي 2 ناقص تي 1. ايش وحدة الأوميجا؟ السرعة. أوميجا بنسميها السرعة الزاوية، هاي بتساوي إزاحة زاوية على زمن انتقال الجسم، وحدة ريت على سكن نكتبها ريت اس ماينس 1. انا ممكن اقول الجسم والله انتقل هيك من زمن تي بتساوي صفر وتيتا بدها تساوي صفر، عند تي عمل لي تيتا، يعني ممكن انا اختار تيتا 1 بتساوي صفر وتي 1 بتساوي ايش؟ صفر. من هنا بيطلع لي اوميجا بتساوي تيتا على تي، ومنها تيتا بتساوي اوميجا في تي. وهذا الموضوع طبعا هنشرحه بالتفصيل في الوحده الثانيه ان شاء الله في فيزياء عامه 1. هاي جسم بيتحرك لحركه دائريه عامل لي بوزيشن فيكتور ار وإزاحة زاوية تيتا. نيجي نحلل ار كوساين تيتا وهنا ار ساين تيتا. نكتب المتجه ار بيساوي الار ساين تيتا، سوري، ار كوساين تيتا في الاي زائد الار ساين تيتا في الجي. لو انا بدي اروح اعوض عن تيتا، هي التيتا جبتها بتساوي اوميجا في تي، يبقى الار كمتجه بيساوي ار كوساين الاوميجا تي في الاي زائد الار ساين الاوميجا تي في الجي. لو انا قبضت الار بالنسبه للزمن دلتا ار على دلتا تي حساوي تفاضل الكوساين ماينس ساين في تفاضل الاوميجا تي اوميجا، هيعطيني ناقص الار في الاوميجا ساين الاوميجا تي في الاي زائد الار في اوميجا كوزاين الاوميجا تي في الجي. لو اخذت المودلس دلتا ار على دلتا تي تعطيني السرعه،
المضرس فيه حساوي الجذر التربيعي. الجذر التربيعي الار تربيع اوميجا تربيع ساين تربيع الاوميجا تي زائد الار تربيع اوميجا تربيع كوساين تربيع الاوميجا تي، ومنها في حساوي اوميجا في ار. شوف علاقه مهمه جدا، سرعه خطيه تساوي السرعه الزاويه في نصف قطر الدوران. سرعه خطيه كمان مره بقول علاقه مهمه، سرعه خطيه بيساوي السرعه الزاويه في نصف قطر الدوران، ومنها هناخد الاوميجا حساوي الفي على الار. السرعه الزاويه بتساوي السرعه الخطيه على نصف قطر الدوران. طيب لو فضلنا المعادله هاي كمان مره، السرعه كمان مره، هتعطيني دلتا تربيع الار على دلتا تي تربيع حساوي تفاضل الكوساين الساين كوساين، هساوي ناقص الار في الاوميجا تربيع كوساين الاوميجا تي في الار، زائد برضو كمان ناقص الار تربيع اوميجا تربيع ساين الاوميجا تي في الجي. لو اخذت المضرس دلتا تربيع الار على دلتا تي تربيع حساوي جذر تربيعي ار تربيع اوميجا اس 4، ومنها دلتا تربيع الار على دلتا تي تربيع حساوي الاوميجا تربيع تي ار. طب الاوميجا خدتها بتساوي في على ار، حساوي الاوميجا في تربيع على ار تربيع في الار، هاي الار والار بروح مع بعض، بتطلع عندي دلتا تربيع الار على دلتا تي تربيع حساوي الفي تربيع على ار. طيب الدلتا تربيع هاي تسارع، تسارع ايش؟ مش تسارع مماسي، هذا تسارع، تسارع مركزي ينشا نتيجه تغيير اتجاه حركه الجسم. لو فرضنا هاي الجسم والجسم هذا بيتحرك سرعه على حركه سرعه خطيه بسرعه في بتساوي ثابت، يعني مثلا في بتساوي 5 متر اس ماينس 1، واجى توصل لمنطقه الجي برضه في بتساوي 5 متر اس ماينس 1، لاحظوا السرعه ثابته. الاي تي بتساوي صفر، الاي تي بتساوي صفر، التسارع المماسي الذي ينشا عن تغير قيمه السرعه بيساوي صفر، لكن الجسم انا بعرف ان السرعه هي كميه متجهه، عشان اعرف السرعه لازم اجيبها مقدارا واتجاها، تغير قيمه السرعه بيعطيني التسارع المماسي، اما تغير اتجاه حركه الجسم بينشئ عندي تسارع يسمى بالتسارع المركزي الاي سي اللي بيساوي الفي تربيع على الار. يبقى هناك نوعان من التسارعات، واحد تسارع مماسي اي تي اللي هو حيساوي الدي في على دي تي، وينشا نتيجه تغير قيمه السرعه، بقول دي في على دي تي، السرعه بتتغير مع الزمن. اثنين تسارع مركزي ينشا نتيجه تغير اتجاه حركة الجسم اللي هو AC بيساوي الفي تربيع على الأرض. طيب إذا تحرك الجسم حركة دائرية بسرعة ثابتة، كمان مرة بحكي، إذا تحرك الجسم حركة دائرية بسرعة ثابتة فإن الجسم يمتلك تسارع، تسارع مركزي نتيجة تغير اتجاه حركة الجسم. لكن إذا تحرك الجسم حركة دائرية بسرعة غير ثابتة فإن الجسم يمتلك تسارعان، الأول تسارع مماسي نتيجة تغير قيمة سرعة الجسم، والثاني تغير تسارع مركزي نتيجة تغير اتجاه حركة ايش؟ الجسم. ناخذ مثال على الكلمتين هذولا، يتحرك جسم
جسم حركة دائرية في دائرة نصف قطرها 8 متر بسرعة في اوف تي حساوي 2 تي تربيع ناقص 2 تي زائد 4. احسب التسارع الكلي للجسم عندما تي بتساوي 2 سكن. يتحرك جسم حركة دائرية يبقى عندي تسارع مركز بسرعة في دائرة نصف قطرها 8 بسرعة في اوف تي بيساوي 2 تي تربيع ناقص 2 تي زائد 4. لاحظوا السرعة متغيرة مع مين؟ مع الزمن. السرعة مش ثابتة. عندما تي بتساوي صفر كانت السرعة 4، عندما تي بتساوي 1 كان في عندي سرعة، عندما تي بتساوي 2 كان في عندي سرعة. يبقى السرعة متغيرة مع الزمن. يبقى عندي تسارعين. أول حاجة تسارع الـ AT بتساوي الـ DV على DT وحساوي بالتفاضل السرعة سوى 4 تي ناقص 2 عندما تي بتساوي 2 سكند. حساوي بعوض عن تي هل بيساوي 2 8 ناقص 2 حساوي 6 متر اس ماينس 2. أما التسارع الثاني تسارع مماسي ساوي الفي تربيع على ار. عشان هيك لازم أجيب أول شيء الفي. الفي عندما تي بتساوي 2 سكند بدي أعوض عن التي بيساوي 2 سكند هنا بتطلع بتساوي 4 في 4 ناقص 4 زائد 4، 4 4 بتروح مع بعض بتطلع عند الفي حساوي 16 متر اس ماينس 1. بقول هالقيت الاي سي بيساوي الفي تربيع على ار بيساوي 16 كله تربيع على 8 بيساوي 32 متر اس ماينس 2. هيك حسبت انا التسارعين، التسارع المماسي والتسارع المركزي للجسم. بدنا نعرف فالجيت، بدنا نعرف فالجيت حاجه اسمها او شيء اسمه الزمن الدوري. الزمن الدوري هو الزمن اللازم للجسم حتى يعمل دوره كامله. الجسم بدا عمل دوره كامله بسميه هذا الزمن الدوري. طب زمن بيساوي إزاحة على سرعة تي بتساوي إزاحة زمن دورة كامل 2 باي ار على السرعة في، ومنه بتعرف حاجة اسمها الفريكوانسي. الفريكوانسي هي عدد الدورات التي يعملها الجسم في الثانية الواحدة اللي هي بتساوي 1 على مقلوب الزمن الدوري. عارف بتساوي 1 على سكند، 1 على سكند سموه هرتز. هرتز عبارة عن وحدة التذبذب أو الإيش الفريكوانسي. ناخذ هالقيد كمان مرة، كمان سؤال. سؤال ثاني. يربط طفل حجر في خيط طوله 1 متر. احسب التسارع الكلي للجسم. يربط طفل حجر في خيط طوله 1 متر ويتحرك الخيط حركة شاقولية. كيف يعني حركة شاقولية؟ وكأن أنا مسكت هاي الخيط وخليته يتحرك هيك دائرية. هاي الخيط الطفل صار يلعب فيه هيك، هذه حركة شاقولية، وكأنه الخيط بيعطيني نصف قطر الدوران. طيب بتجيب الفي، في ايش بتساوي؟ 2 باي ار على 8 تي. نعلم يربط طفل ايش حجر في خيط طوله 1 متر ويتحرك ايش؟ حركة شاقولية. فإذا كان زمن الدوري 1 سكند نحسب التسارع. يبقى في حساوي 2 باي
الار 1 متر عدما 1 بيساوي 2 باي، ومنها بقول اي سي بيساوي في تربيع على الار بيساوي 4 باي تربيع على الار 1 بيساوي 4 باي تربيع متر اس ماينس 2. وبهيك انهينا شرح الحركة الدائرية، وانهينا ايضا شرح الوحدة الثالثة في المخطوفات والحركة الدائرية. دقيقة محمد.